ازيك؟ تمام تمام تمام. في ايه يا ترى تاني؟ مالك؟ ايه اللي انت لابسه ده؟ جامد صح؟ الراجل كان عايز 80 جلدة، خلصت ب40. انت ازاي تتجرأ وتلبس البولشيت ده؟ بقول لك ايه، اسمه يا سويتر يا جاكيت، ما تعملش فيها خواجه. بولشيت ايه؟ انتي سيماتيزم، انت مش بني ادم، انتوا العرب كلكم كده. ابن المجنون ده مال؟ وحكايه استجماتيزم دي معناها ضد الساميه. ضد الساميه ايه يا جدعان؟ في ايه؟ انا مش فاهم حاجه. انت مش تعرف هتلر؟ عارف هتلر، الراجل نسي شويه شعر ده وعملوا له هاي هتلر. ما هو ده الرمز بتاعه، وانت عارف عذب اليهود قد ايه وحرقهم كمان. ايوه بشوفهم كلهم بيتحرقوا في افلامه وبيعيطوا، ما اعرفش انه رقيق كده. ايه يا جميل، في ايه؟ خلاص بقى يا يهودا، والله ما اعرف انك حساس كده يا عم. خلاص ما تعملش مشكله، اهو ادي العلامه اللي مضايقاك اهي. شوف الجاكيته باظت ب40 زفت جلدا. رؤيه رؤيه، ايه كانت الواد ده؟ اشمعنى انت ما اتضايقتيش يعني؟ علشان هو يهودي. هو ايه؟ يهودي. يا صلاه النبي احسن. يهودي اسرائيلي كمان. شايف المكنه دي يا سيد؟ اهي دي مكنه جمار وبتكسب وذهب. عارف ليه؟ ليه؟ اقول لك ليه، علشان المكنه دي مظبوطه على رقم معين، تاج الضرايب اتحاسبوا عليه. يقوم هو يعمل ايه؟ الجمبري يعمل ايه؟ قول. اقول لك يعمل ايه؟ يقوم هو يلعب في الرقم ده ويخليه اقل من اللي الضرايب تاج تحاسبوا عليه، وهو يطلع في الاخر ربحان كسبان من غير عوايد ولا ضرايب ولا دياونه. طب وانت بتاع البليني عرفت الكلام ده كله منين؟ ده دماغك زيرو يا راجل. شي 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 شي، هتفضحنا ولا تفضحنا؟ انت اتجننت؟ هتغفلك علينا يا شيخ؟ السر ده ما يعرفوش غير انا وصاحب المحل. هتعمل فيها ابنه؟ بس فوق. ابنه وامه كمان. وامه كمان. مالتو بين كراتس. ايه همك. يا مقطيع. يا رئيس. ايه يا ابني اللي حصل للجاكيت ده؟ هو لحق؟ يا عم يا جت على الجاكيت، الراجل بشتغل معاه طلع اسرائيلي. يا سيدي اسرائيلي اسرائيلي، دي مشكله بس نلاقي شغل. انت مش فارقه معاك، مقضيها كده. يا عناوي يا استاذ امام، ايه حكايه البطاطس في البلد؟ اقول لك انا ايه حكايه البطاطس في هولندا. ايه البطاطس في هولندا كيف العيش عندنا في مصر؟ وقفت البطاطس يقف الحال. قول لي كده. يا نهار اسود، البت دي قالها كده ليه؟ يا حبيبي دول بيجيبوها هنا عشان تهرس البطاطس. اه طيب فهمت. تقشر البطاطس، تقلب البطاطس، تقلب المواجع. هاي رأي. هاي، ازيك؟ اخبارك ايه؟ Not bad. كله تمام؟ الشغل اخباره ايه؟ Good, good. How are you? Fine. يلا يا دهت، يلا يلا، الله يخرب بيوتكم. ازيك همام، عامل ايه النهارده؟ سيجاره؟ ما بشربش. ما انت خدت مني قبل كده. بطلت، صدري وجعني، بكح بكح. تشرب شاي معايا؟ بطلت ومعدتي باظت. يبقى نسهر سوا الليله. مش هينفع، عندي مدرسه بدري الصبح. مالك همام؟ انا ملاحظ انك بتحاول تبعد عني، مالك؟ يا راجل انت وانا خطيبتك في ايه؟ احنا مش اصحاب. لا يا حبيبي. ليه لا؟ بابا قال لي ما تلعبش مع العيال الرزله. همام، احنا الاثنين من سن واحد، وانا بعرف اتكلم عربي، يعني ممكن نبقى اصحاب، نخرج سوا، نسهر سوا. انا اعرف مكان فيه جالس كده. بقول لك ايه يا اخ يودا، انت عارف ان احنا مش هنبقى اصحاب، فقصر بقى. ليه انت تعملي فيها خميس؟ يلا دلوقتي في شالوم. مين شالوم ده؟ يعني بيس، سلام. سلام بالنووي والكيماوي. همام، لازم تعرف ان احنا الاجيال الجديده مش مفروض يكون في بيننا كراهيه. اللي في القلب في القلب يا يودا، وبعدين انا معاك، لما تطبقوا الشالوم 100 100 يبقى تعالى نبقى اصحاب. شالوم. همام همام، عايز تاني؟ تعالى بص بص يا همام، شوف الصوره دي. مين دي؟ امك؟ لا، دي بطله يهوديه اسمها انا فرانك. البطلة دي لها بيت هنا في أمستردام اسمه أنا فرانك هاوس. كل البشر من كل الدنيا بتيجي عشان تزور البيت ده. عارف ليه؟ ليه يا أخوي؟ ها؟
هتلر موت عائلتها كلها، حرقها في افران الغاز، فضلت هي مستخبي 3 years مش عارف يخرج. 3 سنين؟ 3 سنين لا بتاكل ولا بتشرب، ومع ذلك هعديها لك بتعمل ريجيم يا سيدي. لكن عايز تقنعني ان هتلر يسيب الحرب كلها ويركز مع دي؟ ايه انتوا العرب ما فيش فيكم فايده، العرب اعداء الساميه. يا ابني اذا كان احنا اصلا ساميين هنعادي نفسنا ازاي؟ العرب عايزين الحرب، انتوا همك. احنا همك وانتوا بزارين، ايه رايك بقى؟ انتوا نسيتوا ان استدعاءات الناس وهم بيصروا، نسيت صفقه وشاشيل. لا لا اوعى انت، ده انتوا بتفتروا على اطفال العرب كل يوم. اوعى خاين بوليتيك انتوا تاو، يبقى انت قمت بفيركه. انا ما غلطتش يا خواجه، بيقول الهرم بتاعهم، الهرم اللي انت بتحبه اللي في ايجيبت، مش كفايه سرقوا الارض، عايزين يسرقوا التاريخ كمان. خاين بوليتيك، يو انديرستاند؟ انا هنشلح. مالك انت ومالك؟